غداوي. صباح الفل يا باشا. اهو راحت عليك العشره يا كحول، يلا اتكل على الله. لا انا ما تكيفتش، عايز اتكيف تاني. وماله نكيفك تاني؟ معاك فلوس تاني؟ الله، يبقى عنوت ابو عشم مات والمعامله خد وهات. انت بخوني ولا ايه؟ اه عشا لله، انا خوانك انت طبعا. ماشي يابا. اميزو، ايوه بقول لك ايه، الألف جنيه بتاعت الخضار خليها لبكره عشان نجيب الخضار طازه. اه، والألف جنيه بقى بتاعت العيش حطها في الدرج عشان ما يفرولش. في ألف جنيه هتفضل. انا عارف عارف، دي خليها لي هقول لك هنتصرف فيها ازاي. وخلصوا بقى اللي عندكم وانا ساعه كده ان شاء الله واجي لكم. يلا سلامه ميزو. سعداوي حبيبي يا باشا. طيب يا بقول لك ايه، هات لي كوبايه شاي كده على ما نشوف الساعه دي هنضيعها في ايه. هتاخد موزه يا باشا؟ بس سعداوي معاك كل بقى. غالي غالي، ليك في الدومينو؟ على قدي. باين عليك كده تلميذ دومينو. تلميذ ده؟ انا استاذ. طب يا استاذ ما تيجي. ما تيجي انت. وماله، نجيلك. اديني جيت. الحمد لله على السلامة يا سيدي. الله يسلمك. تحب الفورة بقى من 101 ولا 151؟ والله انت ونفسك. لا انت اللي تختار. خلاص خليها على 101. من عيني الاثنين. شوف الكذبة هتبدأها بكذب، قول من عيني دي قبل عيني دي عشان دي بايظة. حلو قوي. بس شيل الدومنه كلها بقى خفيف، بس خلي بالك على ظهرك عشان ما يتمزقش. هي العشرة كده راحت؟ دي راحت وجت ودخلت تنام، انت كنت فين امال؟ بس بصراحة كده يعني اللعب ناقصه حماس. حماس؟ اه. امال مين اللي رفح الدومنه؟ حلوة. انا قصدي يعني حماس. اه يعني اجيب لك عشرة يشجعوك؟ لا لا، يعني انا قصدي يعني نلعب على اتنين شاي بفتلة. لا ده حرام، ده يبقى كده قمار. قمار ايه؟ الله، ده عشان نسخن اللعب. هو انا قلت لك لعبنا على حمارة؟ ماشي، انت اللي جبته لنفسك يا اعور. اعور واجدي. العب العب. بس قفلت يا تلميذ. حاسب على الشاي. حاسب على ايه؟ الله، انا عاوز اعوض، كفيني. ما بلاش احسن تعيط نص عياط بعين واحده. لا عياط بعياط. ماشي، تلعب على ايه المره دي؟ نفس السلام، اتنين شاي بس المره دي كشري. تحب نسخن اللعب يعني؟ ايه رايك نلعب على اتنين كوكتيل؟ الله، ما كنا بنقول القمار حرام. لا هو انا بقول لك يعني لعبنا على العماره. حلوه والله، اتدردحنا وبقينا اخر شقاوه. امال ايه؟ اتنين كوكتيل يا سعداوي. والله يا العب العب. كيفت عم الامور؟ لا لعيب لعيب جامد قوي قوي قوي. انت ايه، اتولدت في قهوه؟ زي ما اتفقنا بكره في نفس الميعاد، بس اعمل حسابك بقى مش هنلعب على شاي، سحلب وكوكتيل، سحلب وكوكتيل. وانت كمان تعمل حسابك. خلاص هاجي لك من غير فطار. حلو والله. لا لا بقول حاجات جامده. السلام عليكم. راحت عليك يا حلو، بس انا مش قادر بقى اشرب كوكتيل تاني، انا بطني اتنفخت. حيرت قلبي معاك، امال عاوز تشرب ايه؟ نلعب على اتنين فوار عشان اهضم؟ لا فوار مش لعب. لا مش لعب، لعب كده مش سخن. امال يعني هتعمل ايه؟ هتنسحب ولا ايه؟ قصدي يعني اللعب على المشاريب ما بقالوش طعم. ايه رايك لما نلعب على، ايه رايك نلعب على فلوس؟ لا فلوس ايه؟ ده كده يبقى حرام رسمي، كده يبقى قمار زي الكتاب ما بيقول. قمار ايه؟ الله، عشان نسخن اللعب. وانا قلت لك لعبنا على العمارة. انا مش فاهم، كل مره تقول عماره تقعد تهزها ليه كده؟ هي قايله للسقوط ولا ايه؟ هي مش قايله، انا اللي قايل. ايه رايك بقى نلعب 50 جنيه على 50 جنيه؟ 50؟ طب ما انت دلوقتي هتدفع المشاريب 20، مع ال 50 كده يبقوا 70. انا لازم اعوض، انا لازم اعوض. طب ما تعيطش خلاص، انا لازم اعوض. يا عم حاضر.
راحت عليك يا حلو. ايه 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 السلام عليكم. عليكم السلام. ايه ده بقول لك ايه؟ ايه انت هتاخد ال 50 جنيه وتمشي كده على طول؟ لا انا بقول لك ايه، اللعب بفلوس في قهوه غلط، ممكن تشم. اتشم؟ يا سلام، مش معنى يعني ما تشمش ساعه ما خدت مني ال 50 جنيه كانت الناس مزكمه ولا ايه؟ ما اخر الكلام. عاوز تعوض؟ عايز اعوض. بس اوعى تتعوض. عايز اعوض. خلاص عايز اعوض. خلاص عايز اعوض. انت شبت خلاص ورايا. فضل سعيد اصدقائي، سلام عليكم. سلام ورحمه الله. اعرفك باصدقاء السوق والانحراف، صديقي الاستاذ محمد جورج. محمد جورج، عاش الهلال مع الصليب. حلو. صديقي سيد نبيلك. سيد نبيله؟ طب ونبيله دي يعني اخلاقك ولا اسم الوالد؟ بعدك بعرفكم ولاول مره في البروجرام، الاستاذ عادل سعيد. ايه الاسم الغريب ده؟ سعيد ولا حزين ولا اصحاب يا اصدقائي بالظبط. انا مش فاهم، انتوا بالذات مفروض ما تتكلموش على اسامي خالص، يعني محمد جورج وسيد نبيله، انا مش لاقي اي مبرر قانوني لاسمائكوا دي صراحه يعني. عندك حق. فضلت فضل فضلوا. مين اللي هيفرق؟ فرق ايه؟ احنا مش هنلعب دومنه ولا ايه؟ دومنه دي دومنه هناك من القهوه، احنا هنا اللعب والقمار على ابوه كشتينا، ولا مالكش في 31؟ ماليش، انا ليا في اي حاجه. يلا يا عور، دي فرق واديني. مش قبل ما نقول العهد البتال. سرقه مفيش، غش مفيش، كذب مفيش، بص فرق مبصريش. انحراف مع مزاهة وشفافية، يعني كوكتيل غريب قوي يعني. بلاش حاجات الكوكتيل ده يا ابو خسين. انا عايز اعوض. خسين عايز اعوض. خسين عايز اعوض. خلاص خد فرقة نبيلة. اللعب على 20 جنيه كله يطلع. ماشي. هادي ايه؟ يلا. هادي ال 20 ايه؟ هنا خد. وادي بتاعتي. ماشي. كبت. انا كده نايم. وانت نايم؟ لا نايم ايه، انا دماغي متكلفه، واحد فول واربع ترغفه. ناولني ورقه. 23 و 9. هات كمان ورقه. حلو كده 23 و 9 31. انا كده كسبت، انا كده كسبت. الفلوس 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 ايه؟ هات ياب. 9 23 يعني 32. 32 ولا تتخيب ولا ايه؟ قطعك. عور واعور عشان ما يعملهاش تاني. انا اسف، انا اسف والله يا جماعه، انا ما كانش قصدي خالص، يعني انا حسبت غلط. 23 و 9 اصلها كانت بتبقى ساعات 31. لا هي اليومين دول 32. انا اسف. انا اغرس. يلا نكمل لعب. فرم تاني. خد هات. لعب على 20 جنيه. ماشي. يا حلالي انا كده كسبت وانا كده خسرت. واضح ان انا ماليش حظ في ان انا اكسب فلوس، اكسب بس شويه كوكتيل وخلاص. ليتس جو نروح. لا تروحوا فين؟ بقول لكم ايه، انا عايز اعوض، يعني عايز العب تاني. تاني معاك فلوس؟ لا نلعب على النوتة. ابو عشم مات، المعاملة خد وهات. انسى بسكوتة، مفيش لعبة على النوتة. بسكوتة ونوتة يعني ايه؟ روح جيب فلوس عشان تهدى النفوس. فلوس فلوس ماشي، اروح اجيب فلوس. طب عايز حد يسلفني 5 جنيه عشان اركب بيها تاكسي. تاكسي تنين. طيب 3 جنيه اركب ميكروباص. لسه معدي من شوية. طب سيد نبيلة 2 جنيه؟ الفلوس اللي معايا اي ويل بلاي بيها الدور الجاي. ماشي اعمل ايه يعني؟ اتدقلب واتدحرج كده لحد بيتكو عشان تهدم الكوكتيل اللي اتفقته. ماشي يعني هي المعامله كده. ماشي انا هروح البيت اجيب فلوس واجي، بس انا لازم اعوض. ماشي انا عايز اعوض. ماشي انا عايز اعوض. يا جدع ماشي عايز اعوض. ماشي.